إمبراطورية فتوش تضرب من جديد وتحت الحزام. تعرض للضرب بكعب كلاشن أو بالفرودة على راسه من بعد ما تقوس ووقع بالأرض. في الخاص، الجامعة اللبنانية يتيمة والخاصة بأم وأب. علمت أشهر والإزاز مكسور، لا بيخلوني أنا صلحه ولا هن بيصلحوا لأنه ما عندهم اعتمادات. حزب الله يهنئ بالميلاد. نحن مرشحنا في الرئاسة الجنرال ميشيل عون. هيك صار وهيك نزحوا. وفي النشرة، السياحة ناشطة بالأرقام والمؤشرات. كان في عندنا 83 طيارة بالنهار بيوصلوا، زادت بحدود 10 أو 15% بالنهار. شخصية العام، الخيار خياركم. مساء الخير. يخرج العام محرجا مكسور الأشهر والخاطر، مودعا تركة تعجز عنها السنين. 2014 كأنه يغادر باكرا من شدة الخجل، منسحبا من السجل اللبناني بعدما ورثه مآسيه، وكان شاهدا على فراغ كرسيه وخطف عسكريه. وفي آخر أيامه يتفقد العام رعاياه، فيشهد على زيارات جبر الخواطر والتهنئة بالأعياد، وبينها جولة حزب الله اليوم على بكركي ومطرانية الروم الأرثوذكس. وكالعيد كان ميشيل عون اسما مصاحبا للزيارتين، حيث أعلن رئيس الوفد السيد إبراهيم أمين السيد أن مرشح حزب الله للرئاسة هو عون، آملا في أن يتمكن المتحاورون من الوصول إلى سبل مفيدة لحل الملفات الراهنة. وأجواء الحوار نقلها السيد نادر الحريري إلى البطريرك الراعي اليوم ضمن زيارات التهنئة بالأعياد. وخارج إطار المجاملات بالأعياد، كانت زيارة أهالي المخطوفين إلى معراب اليوم، حيث أحالهم الدكتور سمير جعجع إلى الله الذي يعيد الحق إلى أصحابه على الرغم من قساوة الظروف، مقتنعا بأن القضية يجب أن تحل وبأي ثمن. جعجع الذي وقف على خاطر الأهالي كان في استقبالات أخرى يعلن الحرب القانونية على آل فتوش ومعمل الإسمنت، الذي قال ما رح يكفي ليجد نفسه في هذا الموقف على خطوط الاستواء مع رئيس الكتلة الشعبية الياس سكاف. وكلا الطرفين جعجع وسكاف كلفا خبراء قانونيين مواجهة آل فتوش تحت هذا السقف وكل على حدة. لكن على من تقرع مزاميرك يا قانون والجماعة الإسمنتية التي تصوغ قوانين ممددة كالبطون لا تعترف إلا بالضرب من تحت الزنار، المسدس لديها حاضر في كل ساح. بداية إليكم هذا الجزء من تقرير عرضته قناة الجديد منذ أسبوعين، يعرض لبعض تفاصيل التحقيق في اعتداء جماعة بيير فتوش على قناة الجديد والزميلين يمنى فواز وسعد عياد. وبحسب محاضر التحقيقات التي حصلت عليها الجديد، عرف 8 أسماء من المعتدين، واللافت أن بينهم العريف في قوى الأمن الداخلي شادي دياب فريحة، وهو مفصول في تصرف النائب الممدد لنفسه أولى فتوش. تذكروا اسم وجيه الخوري جيداً، وهو المعروف عنه أنه أحد المسؤولين الأمنيين الخاصين بفتوش. غير أن المفاجأة كانت لدى القضاء الذي على ما يبدو يخضع لتهديدات، حيث استنسب المدعي العام في البقاع فريد كلاس إخلاء سبيل أربعة منهم في وقت زمني لا يتعدى 24 ساعة، وهم متهمون في جرم محاولة القتل. عند الساعة 10 صباحاً نتلقى اتصالاً في قناة الجديد والخبر إطلاق نار على شاب في 24 من عمره ونقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. إلى هناك توجهنا. حسن عريبي من بلدة شمسطار أطلق النار عليه ليلاً وحالته حرجة. نحن متفاجأ أنه بليلة الميلاد مثل العادة أنه بتعرف العالم كلها بتكون سهرانة، يعني بمطاعم أو شغلات حكيات، يعرفنا أنه سهرانين الشباب كلها. وقعت مشكلة مع الصبي
قدام مستشفى خوري بالضبط، بيتقوس بخرطوش متفجر بإصابة خطرة جدا. لحقنين لحوق عجيم على هون، وهلا هو بالعناية الفائقة وبحالة خطر 90%، عمره 24 سنة. وهلا الصبح وقفوا كلوي، والكبد على كسل، والقلب عم يوقف. يعني الوضع مزري جدا والوضع خطير كثير. المعتدون أطلقوا النار على خصيتي حسن وهربوا من دون أن تعرف الأسباب. نحن ما عرفنا شيء، لأن الشباب هني هربوا، هذا اللي صار، هني هربوا الشباب، والصبي كان ملوح بالأرض فوت آخر شيء، حتى كمان متعرض للضرب من بعد قواس. أكلها ضرب على رأسه. أكلها على رأسه، متعرض للضرب ب ب ب ب ب بكعب كلاشن أو بالفرودة على رأسه من بعد ما تقوس ووقع بالأرض. هذا في النصف الأول من الرواية، نصفها الآخر في الأسماء المتهمة بجرم القتل هذا. جماعة ما سلموا حالهم، واللي هني معروفين مني وأساميهم معروفة، اللي هني وجيه الخوري وابنه وخيه شربيل وابراهيم الخوري فادي الخوري، وهو الأسماء اللي أعطينيهم نحن عم بعطيهم أنا على مسؤولية الخاصة، ومزبوطين، وفي مجال انه يتحقق بالموضوع فوق حتى من ضمن المنطقه واهل المنطقه كلهم، حتى اهل المنطقه بيسحب غطاء، اهل المنطقه كمان حتى بيشهدوا عين الجماعه بزعرانيتهم، مش اول مره ولا الثانيه ولا الثالثه، ومعروفين حتى بتجاره الاسلحه. زلمه بيير فتوش المعروف عنه انه احد المسؤولين الامنيين الخاصين به وجيه الخوري يضرب من جديد بعد اقل من اسبوعين على ضربته الاولى. لا خمتش الفهد بالإيه، أنا مشهور بالقويز. صدق بيير فتوش، مشهور هو في إطلاق النار. أنا مشهور بالقويز. سيحتاج بيير إلى نصائح أخيه أولى القانونية، ففي الاعتداء على قناة الجديد كان التهديد والضرب، أما في الاعتداء على حسن فكان إطلاق النار والقتل. ما في محاولة ضرب بالقانون، يا ضرب يا أفيش ضرب، أفيش محاولة. محاولة بتكون بجريمة قتل، بس بالضرب هي جريمة مفروض تؤدي إلى نتيجة. صدق الفتوش الثاني أيضا وسيصدق ثانية. الحصانة النيابية بتتناولش البنى التحتية عند الإنسان يعني. هل من دولة توقف هذا الجنون الفتوشي؟ أو على الأقل تعمل على إدراج سلاح العائلة في البيان الوزاري لتوجيهه ضد العدو الإسرائيلي، أو على الأقل لمحاربة داعش عوض استعمال السلاح في الداخل. الغد لنظيره قريب. جاد غصن، قناة الجديد. في الأرقام والمؤشرات السياحة تتحسن، تحقيق راشيل كرم. في نهاية كل عام ومع بداية كل عيد تتوجه الأنظار إلى حال السياحة للإطمئنان إلى صحة البلاد، وحتى الساعة نجح لبنان في تحقيق نمو سياحي. فبحسب الإحصاءات للأشهر العشرة الأولى أي حتى تشرين الأول، يتبين أنه في عام 2013 وصل إلى بيروت 1,080,374 زائرا، بينما وصل في عام 2014 1,132,607 زوار، في تقدم نسبته نحو 5%. وفي تفصيل شهر تشرين الأول مثلا، يأتي الوافدون العرب في المرتبة الأولى، يتقدمهم العراقيون ب20,000 زائر تقريبا، يليهم الأردنيون والمصريون ب7,000 زائر. أما في المرتبة الثانية فحل الأوروبيون وتحديدا الفرنسيين ثم الألمان والبريطانيين، ليحل الوافدون من قارة أمريكا في المرتبة الثالثة، وأولهم الأمريكيون فالكنديون والبرازيليون، غير أن أقرب قارة إلينا وهي آسيا فجاءت في المرتبة الرابعة من حيث عدد الزوار. لكن ماذا عن شهر العيد كانون الأول؟ زادت يعني مثلا كان في عندنا 83 طيارة بالنهار بيوصلوا، زادت بحدود 10 أو 15% بالنهار، يعني صار عندك من 90 لـ93 لـ95 طيارة بالنهار، اللي هن بيعلوا لك
عدد الركاب اللي بيوصلوا من 11500 ل 12500 ل 13000 بالنهار بهالفترة الزمنية بين 15 ديسمبر و 27 ديسمبر بفترة الأعياد. الشغلة الثانية نسبة الحجوزات بالأوتيلات طلعت من 45 و 46% لنسبة 65-70%، وفي أوتيلات تعدت 90% أوكيبانسي. معناتها أنه الحركة نقول واو، بس أنه أحسن من كل سنة عايشين بالبلد. يعني هن أكيد هيدول اللي عم يجوا معظمهم مغتربين ومعظمهم لبنانية عم بيشتغلوا برا، بس صدقيني أنه بالحركة الاقتصادية they are spender، عم يصرفوا عم يحركوا البلد اقتصاديا. نحن قلنا من 2011 و12 و13 والسنة عم نشتغل على السوق السوري. يعني نحن عنا سوق قطع التذاكر عم بيشهد نمو مش تراجع، وهيدا سببه هن السوريين بيجوا بيشتروا من هون وبيسافروا من هون، سببه عراقيين بيجوا بيسافروا من هون وبيشتروا من هون. وزير السياحة من جهته جعل على عدد من المناطق لاستطلاع الشارع ونبض السياحة أيضا. السؤال هل في سواح؟ نعم، يعني اليوم بكل إحصاءات المنظمة السياحة العالمية فينا نعتبر غير مقيمين والمغتربين اللبنانيين سواح، لأنه هن ما بيجوا إذا ما حسوا أنه في استقرار، إذا ما حسوا أنه في أمان على طريق المطار مثل الموجود اليوم، إذا ما كان في حياة أجواء تسمح لهم يجوا. مزبوط، كان في مهرجان كتير قوي هون بالمول، كان في حركة لدرجة أنه السير كان كله مسكر. كتير قوي نسبة للسنة الماضية أكيد أقوى كانت. لا يخفى على أحد أن العامل الأمنية هو اللاعب الأساسي لنمو السياحة أو تدهورها، لكن تبقى سمة سلبية تقلب الإيجابية سلبية، وهي نق اللبناني مهما تغيرت الأرقام والمؤشرات أو تحسنت. رشا الكرم، قناة الجديد. الفرق بين الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة ملايين الدولارات من جيوب سياسيين. تحقيق آدم شمس الدين. أنا صرت سميها الجامعة اليتيمة، يعني ما لها أهل. والمتنفذين بلبنان، يعني مثلا رفيق حريري الله يرحمه دعم الجامعة الأمريكية بمبالغ هائلة، ولا مرة خطر على باله يلتفت ليدعم الجامعة اللبنانية. هي حقا جامعة يتيمة، واليتم هذا يتضح بالأرقام، ليس بأرقام الجامعة اللبنانية بل بأرقام الجامعات الخاصة. الجامعة لها كثير علينا، ولازم نكون أوفية لها، ولازم نكون دائما نعطيها. لنأخذ إذن الجامعة الأمريكية في بيروت نموذجا، وهذه هي لائحة المتبرعين لها. يظهر فيها تبرع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بمبلغ يتجاوز 250 ألف دولار، يتبعه البيك بتبرع أقل سخاء يتجاوز 25 ألف دولار، وتكر الصبحة مع الوزير محمد الصفدي لتنخفض النسبة المتبرع بها ربما وفق منطق على أد كرمك مدجريك. فهو وزير الإعلام السابق وليد الدعوق متبرع متواضع بمبلغ 1000 دولار، يتبعه وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق بالمبلغ ذاته، من دون أن ننسى بالتأكيد التبرع الأكثر رمزية بتواضعه من قبل الرئيس فؤاد السنيورة أيضا بمبلغ قدره 1000 دولار. أما النائبان الممددان غازي يوسف وعبد اللطيف الزين فيبدوان أقل حظا من زملائهم بتبرع لا يتجاوز 1000 دولار. لا يسعني سوى أن أذكر مدى اهتمام الراحل رفيق الحريري بالجامعة الأمريكية ببيروت. وكي لا ننسى أحد أسخى المتبرعين أيام البحبوحة طبعا، حين قدم الرئيس سعد الحريري هبة بقيمة 10 ملايين دولار لكلية التمريض في الجامعة لكي تسمى على اسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لنحاول إذن اكتشاف الحاجة الماسة لجامعة كالأمريكية بالحصول على هبات من متبرعيها الكبار والصغار. يبلغ عدد طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت المسجلين نحو 7000 طالب، يدفع كل واحد منهم قسطا سنويا يبلغ نحو 16000 دولار. وفي حساب سريع يتضح أن الجامعة الأمريكية الخاصة تتقاضى ما يعادل 110 ملايين دولار سنويا من طلابها فقط، ومع قيمة التبرعات تبلغ ميزانية الجامعة التقريبية 130 مليون دولار لتعليم نحو 7000 طالب فقط. ماذا عن الجامعة اللبنانية بطلابها البالغ عددهم 75 ألفا؟ تأدي خدمة لأكثر من 70 ألف، أحيانا يصل عدد الطلاب ل 74 ألف طالب.
وخدمات لخمسة آلاف أستاذ، بينهم اليوم صار عندنا 2400 أستاذ متفرغ. عندما تتراجع ميزانية الدولة، خصوصا أنه نحن ماشيين على القاعدة الاثنى عشرية من سنة 2005، عم تتراجع موازنة الجامعة، بدليل أنه السنة موازنتنا بال 2014 أخذناها بشهر أيلول، واللي هي بلغت 285 مليار، شالوا منا 50، ضللنا 235 مليار. لا، هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. لماذا إذن يتهافت هؤلاء لدعم جامعات خاصة في الوقت الذي تبدو فيه الجامعة اللبنانية بأمس الحاجة إليها؟ المسألة مسألة أولويات. أنا بتذكر أني علمت أشهر والإزاز مكسور، لا بيخلوني أنا صلحه ولا هن بيصلحوا لأنه ما عندهم اعتمادات. هي الجامعة اللبنانية ما كانت مبلوعة من أهل النظام، من الطبقة المسيطرة ولا من الحكم، يعني من طبقة الحكم ولا من الطبقة الاجتماعية، فأجت فرصة مثل ما بيقولوا زيت على زيتون. كل ما أهملت الجامعة اللبنانية كل ما الجامعة اللبنانية بتتراجع، كل ما تراجعت الجامعة اللبنانية كل ما صارت الجامعات التانية هديك عندها مشروعية إن هي ممتازة أو إنه هي عم تعطي تعليم جيد. وبناء على هذه الأولويات يمكن تفهم كل هذا التمييز، ويمكن أيضا تفهم كيف بالإمكان الوثوق برجال دولة لا يثقون بمؤسسات دولتهم. لكن ما هو عصي على الفهم كيف يمكن تسمية جامعة وطنية بفروعها على أسماء الذين لم يكترثوا لها يوما. أهلا وسهلا بكم في مدينة رفيق الحريري الجامعية. آدم شمس الدين، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. ما هو واقع النازحين السوريين في لبنان نهاية عام 2014؟ وهل ما زال ممكنا تدارك الأزمة وتبعاتها؟ حلقة الليلة من سلسلة هيك صار لرونا حلبي. يتقاضف هؤلاء الأولاد الكرة في ملعب محاذ لمنزلهم. بالنسبة إليهم هذا هو المنزل وذاك هو الملعب. بعد نحو أربع سنوات على بدء الأزمة السورية، بات لبنان يحتضن 35% من مجموع عدد النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون ثلث سكان لبنان. في مطلع عام 2014 سجل عدد النازحين السوريين إلى لبنان نحو 800,000. ارتفع هذا العدد بثبات حتى بلغ في 26 من أيلول أكثر من 1,100,000 نازح. بعد هذا التاريخ انخفض العدد بشكل غير مسبوق. في خلال 4 أيام فقط نقص العدد نحو 26,000، واستمر العدد بالانخفاض حتى 30 من تشرين الأول. من بعد هذا التاريخ عاود العدد الارتفاع ولكن بنسب أقل من تلك التي كانت تسجل ما قبل شهر أيلول، وسجل في العاشر من كانون الأول ما يزيد على 1,100,000 نازح. الانخفاض الملحوظ هذا جاء متزامناً لموافقة مجلس الوزراء في 23 من تشرين الأول على ورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان التي تضمنت وقف النزوح السوري باستثناء الحالات الإنسانية وتشجيع النازحين على العودة إلى بلادهم أو إلى بلدان أخرى بكل الوسائل الممكنة. نعتبر أن هذا الملف من أكبر وأهم وأخطر الملفات،
وفي وقت يعاني برنامج الأغذية العالمي ومعه سائر المؤسسات شحاً في التمويل، عقد اجتماع لبناني دولي للنظر في خطة تهدف إلى إغاثة النازحين وضمان تعليم أطفالهم ومساعدة المناطق اللبنانية، على أن تشمل المساعدات 2,900,000 شخص من السوريين واللبنانيين. وفي انتظار تطبيق الخطط، إليكم الواقع اليوم. نحو 1,200,000 نازح سوري، 12,000 منهم ينتظرون تسجيل أسمائهم في قوائم الأمم المتحدة، وأكثر من نصف العدد الإجمالي ما دون 17. ويتوزع النازحون على الشمال وبيروت والجنوب والبقاع حيث نحن الآن، الذي يحتضن نحو 500,000 نازح سوري. المبلغ المطلوب لمساعدة النازحين بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، أما المبلغ الذي تسلمته الوكالة حتى الآن فيشكل 46% فقط من المبلغ المطلوب. بعد نحو 4 سنوات على بدء الأزمة السورية، ما زال النازحون يعيشون في أسوأ الظروف، وما زال لبنان غارقاً في تبعات أزمة النزوح في الداخل اللبناني. أما خريطة الحل فغائبة، وكذلك الدعم الخارجي المطلوب لمساعدة الوافدين والمستقبلين. كيف سيكون واقع النزوح العام المقبل؟ وهل ما زال ممكناً وضع خطة تخدم النازحين ومضيفهم؟ الحل الوحيد هي أن يرجع النازحين على أرضهم، الحل الوحيد أنه يصير في حل الأزمة بقلب سوريا. ولكن بهذا الوقت نحن عم نحكي ببعض الخطط اللي عم تنطرح. آخر خطة انطرحت هي أطلقت ب 15 كانون الأول 2014، اللي هي خطة لبنان للاستجابة للأزمة، يلي خطوة أولى وخطوة جريئة من نوعها اللي هي مشتركة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة، تنطلب من المنحين يمولونا، طالبين نحن حوالي 2,140,000,000 دولار كرمال السوريين، كرمال الفلسطينيين، وكرمال اللبنانيين بشكل خاص، كرمال دعم الاستقرار بلبنان. كما في كل عام، أسماء تلمع وتطغى على المشهد الإعلامي وتصبح حديث البلد. 10 شخصيات جرى اختيارها ليكون أحدها شخصية هذا العام. من هي شخصية العام 2014؟ سؤال رهن اللبنانيين على موقع الجديد الإلكتروني poi.aljadid.tv. أسماء يؤيدها البعض وقد لا تتطابق ومعايير البعض الآخر، لكنها شغلت المشهد الإعلامي والرأي العام اللبناني في أحاديثهم اليومية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وعليه الجديد تضع 10 شخصيات في عهدتكم ليختار اللبنانيون منها نجمة أو نجم هذا العام. جاكي شمعون لعل أكثر قضية غير سياسية انشغل بها المجتمع اللبناني وانقسم حولها بين مؤيد ومعارض هي قيام المتزلجة اللبنانية جاكي شمعون بجلسة تصوير شبه عارية لرزنامة رياضية في سويسرا، حتى أن وسم جاكي شمعون أصبح أكثر الوسوم انتشاراً في لبنان، حتى أنه تفوق على وسم لبنان. أمل علم الدين، محامية وناشطة حقوقية بريطانية من أصل لبناني، شغل زفافها بأشهر عازب في هوليوود جورج كلوني الرأي العام اللبناني. وائل أبو فعور وزير الصحة العامة سطع نجمه في ملف الفساد الغذائي والصحي وفي قضية العسكريين المخطوفين. لياس بوصعب وزير التربية والتعليم العالي احتل الواجهة الإعلامية في ملف سلسلة الرتب والرواتب وعرف بالوزير الذي نجح كل الطلاب. علي حسن خليل وزير المالية وبرز دوره في فتح ملف الفساد في الجمارك والمرفأ والدوائر العقارية. نهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات وهو نجم الخطة الأمنية التي أنهت قتال التباني وجبل محسن وتوقيف قادة المحاور. الجندي المجهول في الجيش اللبناني، خوض الجيش اللبناني معركة مواجهة الإرهاب والفكر التكفيري والتفاف الرأي العام اللبناني حوله، لاسيما في معركة عرسال
جعل من الجندي المجهول كل عسكري في ساحة الشرف والتضحية والوفاء. مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان أول مفتي للجمهورية ينتخب خلفاً للمفتي محمد رشيد قباني الذي تربع على رأس دار الفتوى طيلة 20 عاماً، وبانتخابه طويت صفحة من الخلاف داخل أروقة دار الإفتاء كادت تهدد وحدته بعد تعرض المفتي قباني للعزلة. موسى حجيج معبود جماهير النجمة ولقي استقبالاً كبيراً من الجمهور النبيذي خلال مباراته مع العهد التي شهدت عودة جمهور كرة القدم إلى الملاعب كما سابق عهده. مصطفى الحجيري أبو طاقية بين خاطف ومفاوض انقسم اللبنانيون على اسمه الذي برز في معركة عرسال وقضية العسكريين المخطوفين. التصويت بدأ، أما النتيجة فهي رهن إجاباتكم. وفي زمن حرم فيه اللبنانيون من التصويت لممثليهم في البرلمان، الفرصة متاحة اليوم أمامهم للتصويت لشخصية هذا العام، والخيار خياركم. وفد من حزب الله يزور بكركي ومطرانية بيروت للروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد. جعجع يؤكد ضرورة حل قضية العسكريين مهما كان الثمن. وأخبار أخرى في بانوراما محلية لعنان زلزلي. للتهنئة بعيد الميلاد زار وفد من حزب الله البطريرك الماروني ماري بشارة بطرس الراعي في بكركي ومطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث التقى المطران السعودي. الوفد الذي ضم رئيس المجلس السياسي للحزب السيد إبراهيم أمين السيد وعضوي المجلس غالب أبو زينب ومصطفى الحاج جدد ترشيحه النائب ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. إلى الآن نحن مرشحنا في الرئاسة الجنرال ميشيل عون. حضرة السيد بس سؤال صغير، هل يمكن اعتبار هذه الزيارة إنهاء للمقاطعة بين حزب الله وبكركي على خلفية الزيارة التي قام بها صاحب الغبطة إلى الأراضي المقدسة؟ هذا الأمر مرفوض بيننا وبين بكركي. أن يقال عن العلاقة فيما بيننا وبينه أنها علاقة انقطعت ثم عادت. العلاقة أكبر من أن تنقطع. أمام وفد من أهالي العسكريين المخطوفين زاره في معراب، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضرورة حل هذه القضية وإطلاق سراح أبنائهم مهما كان الثمن. شو ما كان الثمن، شو ما كان المقاربة، شو ما كان الوضع، شو ما كانت المقايضة، الحكومة مفترض تلاقي حل اليوم قبل بكرة لها القضية. لأنه مش بس الأسرة هني أسرة، ومش بس أهالي الأسرة هن أهل الأسرة، نحن كلنا سوا صرنا أسرة من وراء كونهم أسرة. إجا الوقت تنفك أسر الأسرة وأسرنا وأسر لبنان كله سوا. وأمام وفد من زحلة استنكر جعجع التهديدات لمن هو ضد قيام معمل الإسمنت في المدينة. فرح يتشكل فريق قانوني فيما بعد بيتصل بأصحاب الأراضي الموجود البعض منهم معنا اليوم مشان يدافع عن حقوقهم ومشان تتابع العملية القانونية. ما حدا يفكر انه ما بيطلع شيء من العمليه القانونيه، غلط. عمليه قانونيه انطلاقا من الثغرات الموجوده بالمشروع بيطلع منها كثير. رحب رئيس الكتله الشعبيه ليسسكاف بموقف سمير جعجع المتعلق بمعمل الاسمنت في زحله، معتبرا ان هذا الدعم ولو جاء متاخرا الا انه يؤكد ان هذه القضيه هي قضيه راي عام ولا علاقه للتفاصيل والخلافات السياسيه بها، مؤكدا ان فريق المحامين والمختصين سيتقدم خلال الايام القليله المقبله امام مجلس شورى الدوله بطعن مفصل مدعوم بكل الادله والوثائق والدراسات. كما كرر سكاف موقفه الداعي الى محاسبه كل من يثبت تورطه في هذه القضية وفي مقدمتهم بلدية زحلة، معتبرا أن لا غطاء على أحد في هذا المجال. وكانت كتلة نواب زحلة قد ناقشت ملف معمل الإسمنت لألف التوش، فأكدت رفضها إقامة معمل كهذا يضر بالمنطقة ومحيطها، مشيرة إلى تحرك قانوني وشعبي بعد الأعياد تشرح فيه العلل القانونية والإدارية التي حملها قرار الترخيص. قتل المدعو أحمد محمد غزاوي في سوريا خلال قتاله إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية داعش وهو من منطقة المنيا، وكان قد توجه منذ مدة إلى أستراليا ومن ثم إلى تركيا ومن بعدها قتل في سوريا.
أوقفت شعبة المعلومات في بلدة البيسارية أحد منفذي عملية السطو المسلح التي قام بها 4 أشخاص على صيدلية السرايا في صيدا، وهو سوري الجنسية ويدعى بأليف. وكانت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا قد سلمت استخبارات الجيش 3 من أفراد العصابة عند حاجز الجيش على مدخل مخيم عين الحلوة، وهم السوريان سمير عبد الكريم أحمد ومحمد أسعد عبوسي واللبناني عبد الرحمن مصطفى شغري، إشارة إلى أن عملية السطو المسلح حصلت منذ 4 أيام على الصيدلية الواقعة قرب سرايا صيدا الحكومي، واستولت العصابة على مبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية وهاتف خلوي. نبقى الآن مع النشرة الفنية ودارين شاهين. مساء الخير لكل بحبوا الممثلة المصرية لبلبة، بترككم مع هالمقابلة. أنا ضيفة شرف المهرجان، وأنا ده شيء بيسعدني لأني بحب مهرجان دبي قوي ومتعودة، يعني جيت عدة مرات ومرة منهم كنت أنا لجنة تحكيم الأفلام الدولية. هيدا كان حوار قصير مع لبلبة على الريد كاربت، ولكن الحوار طال معها بمقابلة خاصة أجرتها مع كاميرا الجديد، وحكينا فيها عن لبلبة الإنسانة ولبلبة الممثلة. شفناك على الريد كاربت بفستان رائع لون فضي، نورت الريد كاربت. خبريني كيف بتتابع الموضة؟ أنا دايما بحب ألبس من أزارو، وبحب ألبس من كلوي، يعني دول المفضلين. كلوي أي للريد كاربت الضيفة شرف لازم يكون شوية جامد، أيوة، لكن لو كان تكريم أيوة يكون سواري لكن أسود راقي. ففي كذا أنواع لبس، مش الست بتعرف تلبس حلو لازم تبقى عارفة تلبس ايه امتى. وقت حاسة انه السينما بلشت صاير فيها خلطات من عدة بلدان، يعني بتشوفي ممثل مصري، ممثل لبناني، ممثل كويتي، ممثل سورية، شو رأيك بهالخلطة اللي عم بتصير بنفس الفيلم او بنفس المسلسل؟ ده شيء جميل جدا ان نبقى احنا في من جميع البلاد، تبص تلاقي ممثل سوري بيعمل دور او ممثل لبناني، ده بيبقى اضافة للفن ما فيش شك. وبعدين انا بحب لبنان قوي، ما تقولي ليش. شو عندك جديد هلا تقدمينا اياه هالسنه او السنه الجايه؟ هل في اعمال عم تدرسيها، ادوار عم تحبي هلا تقومي فيها؟ طبعا انا عملت مسلسل ما كنتش اتوقع النجاح الكبير ده، فلما الفنان بيعمل حاجه الجمهور حبها بيبقى في صعوبه ان بعد كده ايه اللي هيعمله. يعني أنا دايماً حتى لما باخد جايزة أحسن ممثلة في أي فيلم أو أي عمل ليا ببقى فرحانة بالجايزة، بس باخدها بعد كده بقول يا رب أنا هعمل إيه بعد كده، إيه اللي طبعاً لازم. من مدينة جميرة، دارين شاهين، قناة الجديد. أخبار سينمائية وأخبار عن فنانين بتحبون منشوف سوا بالبانوراما. However dark the night, however dim our hopes. Inbound 4 o'clock low. The light will always follow darkness. حقق فيلم Unbroken الذي أخرجته النجمة أنجلينا جولي أرباحاً أكثر مما كان متوقعاً في اليوم الأول لعرضه في الولايات المتحدة الأمريكية ليلة عيد الميلاد المجيد، وكان من المتوقع أن يحقق الفيلم أرباحاً تصل إلى 30 مليون دولار خلال 4 أيام من عطلة الميلاد. أما الفيلم الثاني المنافس فهو Into the Woods الذي حقق أرباحاً تصل إلى 10 ملايين دولار في يوم الميلاد، ومن المتوقع أيضاً أن تتخطى أرباحه 30 مليون دولار. المصري مانوالا أيمن جدع ودمه خفيف كمان. محليا أهدت الفنانة نانسي عجرم جمهورها المصري أغنية جديدة بعنوان المصري مان ولا أيمن، وإليكم بعد اللقطات. المصري مانوالا أيمن جدع
أجلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تحضيرات مسلسل طريقي الذي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل بشكل مؤقت استعدادا للحفل التي ستحييه ضمن مهرجان السياحة والتسوق في دبي. هيدا كان كل شيء. باي. والآن تذكير بعناوين النشرة: إمبراطورية فتوش تضرب من جديد وتحت الحزام، تعرض للضرب بكعب كلاشن أو بالفرودة على راسه من بعد ما تقوس ووقع بالأرض. كان في الخاص الجامعة اللبنانية يتيمة والخاصة بأم وأب. علمت أشهر والإزاز مكسور، لا بيخلوني أنا صلحه ولا هن بيصلحوا لأنه ما عندهم اعتمادات. حزب الله يهنئ بالميلاد. نحن مرشحنا في الرئاسة الجنرال ميشيل عون. هيك صار وهيك نزحوا. كان في النشرة السياحة نشطة بالأرقام والمؤشرات. كان في عنا 83 طيارة بالنهار بيوصلوا، زادت بحدود 10 أو 15% بالنهار. شخصية العام، الخيار خياركم. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.